تعليم احسن مدرسين واحسن خبره بالنسبه للتعليم الاولي، احنا بنختار لهم اكفأ المدرسين عشان ياسسوا الولاد الصغيرين، لان ده مرحله بناء، صح، بناء مستقبل، صح. في الناشئين احنا اعلى مرتبات واكفأ مدربين بيبقوا في قطاعات الناشئين وفي مدربين الناشئين، مش العكس. لكن انت هنا اللعيب بيخلص النهارده بتشغله بكره، وبعدين يجي مدرب منتخب تفرض عليه ناس محدده وناس بعينها بقى لها 30 40 سنه بتشتغل، ده مش اسلوب ابدا يساعد على النجاح. انت محتاج عندك تعمل مسطره للاختيار، شروط للاختيار، حط الشروط دي، اي حد تنطبق عليه الشروط يدخل. لكن حضرتك بتختار بشكل عشوائي، بتختار بشكل فيه مجامله بشكل كبير جدا، وده مش في صالح الكره المصريه ابدا، وده هينعكس بشكل كبير جدا على مستقبل الكره في مصر. انت المفروض تجيب اعظم كفاءات للقطاعات الصغيره دي وتدعمها بشكل قوي جدا عشان ده المستقبل. أيوة. وتبنيها بشكل قوي جدا على المستوى الفني، على المستوى الاحترافي. ده قطاعات في الناشئين في اوروبا بيتعلموا ازاي يبقى لعيب محترف وازاي يطبق الاحتراف ويبقى اسلوب حياه، مش يبقى مجرد كلام، لا، بيبقى اسلوب حياه الاحتراف وانت صغير بتتعلم هذا الكلام. في اوروبا يعني انا اتفرجت على منتخب الناشئين في الثلاث ماتشات اللي لعبهم، مش بتكلم على النتائج، بتكلم حتى على الاداء. يعني حتى واحنا كاسبين تونس او واحنا بنلعب، مفيش حاجه واضحه، مفيش ستايل، مفيش شخصيه للمنتخب، مفيش طريقه، مفيش جمله بتتكرر مرتين ثلاثه، مفيش اسلوب للدفاع واسلوب للهجوم. فده اللي مزعلني. يعني ده حتى لو ممكن نخسر، طوارد في الكوره، الواحد مش هيزعل، هيقول خلاص مفيش مشكله، بس لو الفرقه بتادي. لكن انا شفت، ما اتفرجتش على حاجه اكيد يعني تقول ان في حاجه بتتعمل قويه مع الولاد دول. اكيد، لان التدريب ده حاجه مختلفه خالص يا كريم. انت المدرب ده وامكانياته وقدراته وتاهيله وخبراته ودراساته، لا ده، وبعدين موهبته اللي هي نمره واحد، طبعا شخصيته نمره، وازاي يتعامل نفسيا مع الاولاد في السن. بص ده، بص يا كريم، احنا بعاد تماما بعاد تماما عن كل ما هو صح في التدريب في مصر. صدقني والله، والله العظيم بعاد تماما. يعني الحل ايه؟ طيب الحل ان احنا نبقى ناس منطقيين في اختياراتنا، ناس بنختار على اساس علمي سليم، ناس بنختار للمصلحه العامه. لكن زي ما في الدوري برضه كل واحد بيجيب اللي على قده، وكل واحد بيجيب اللي على قد امكانياته، المدرب اللي على قد امكانياته واللي على قد فكره. ده في ادارات ما بتحبش المدرب اللي عنده شخصيه عشان تقدر تتدخل وتقدر تتحكم في المدرب، تتحكم فيها، تتحكم في فرقتك، وده غلط. طب انت عايز نجاح ازاي؟ في ادارات بتحب تزرع عيون ليها في الفرق، في الجهاز، في بعض افراد الجهاز، عشان يتنقل لها كل ما هو بيدور في الفرقه، وده شيء خطا جدا. في رؤساء انديه فاتحين خط مباشر مع اللعيبه، وده في منتهى الخطوره، في منتهى الخطوره على الكره في مصر وعلى الكره في الفرق دي. فانا بقول لك نوعيات موجوده في الادارات، في بعض الادارات في الانديه موجوده، وده بيحصل، وانا عارف كويس قوي ده بيحصل. انا ممكن اعدد لك الكلام ده كله مش صح، ده في منتهى الخطوره ومنتهى الخطا.